ثالثا، إن سألته من أين يتعلم إبليس الكذب والشيطنة والنفاق؟ هذا هو السؤال. إن سألت من أين يتعلم إبليس الكذب والشيطنة والنفاق؟ الجواب إن إبليس والشياطين تحتاج إلى كذب وشيطنة الحوزة الشيعية، فهم بحاجة إلى أي إبليس والشياطين فهم بحاجة إلى أن يتعلموا ذلك من الحوزة. كيف؟ بقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول إن ممن ينتحل هذا الأمر لا يكذب حتى إن الشيطان يحتاج إلى كذبه. رابعا، إن سألته أين يعشعش الشيطان؟ فقط يحتاج إلى الكذب؟ لا، وإنما يعشعش في الحوزة. إن سألته أين يعشعش الشيطان؟ يأتيك الجواب، يتوطن ويعشعش الشيطان في التراث والحوزة الشيعية وعمائمها، حيث الجهل والتدليس والخرافة والحسد والشك والريبة والحمق والفتن كائنة قائمة واقعة ثابتة في الحوزة في التراث الشيعي في العمائم الشيعية. إلى أي مستوى يصل الجهل والتدليس والخرافة والحسد والشك والريبة والحمق والفتن؟ إلى أي مستوى يصل هذا في التراث الشيعي والحوزة الشيعية والعمائم الشيعية؟ إلى أي مستوى؟ نتذكر هذا السؤال، نقول أولا إلى المستوى الأسوأ من الجهل والتجهيل والخرافة عند الشيعة، وخاصة في العراق الذي فاق جهل وخرافة الجاهلية الأولى، والذي بسببه صار الهندوسي والسيخي والبوذي. هؤلاء عادة يكونون هؤلاء أتباع كهنة الزهد والأخلاق، بخلاف عمائم الشيعة لا زهد ولا أخلاق. نحن نتحدث بإنصاف بواقعية، كهنة الهندوس والسيخ والبوذي يتميزون بالزهد والأخلاق بخلاف علماء الشيعة، بخلاف مراجع الشيعة. إذن الآن أقول إلى أي مستوى؟ قلنا إلى المستوى الأسوأ من الجهل والتجهيل والخرافة عند الشيعة، وخاصة في العراق الذي فاق جهل وخرافة الجاهلية الأولى، والذي بسببه صار الهندوسي والسيخي والبوذي أتباع كهنة الزهد والأخلاق، يستنكف ويتبرأ من خرافات الشيعة وجهلهم وسوء أخلاقهم. إلى أي مستوى؟ إلى المستوى الذي صار فيه تجارة الدين، إلى المستوى الذي صارت فيه تجارة الدين والخرافة من أوسع وأربح التجارات، من أوسع وأربح التجارات ووسائل التجهيل والاستعباد في المجتمع الشيعي. فصار الشيعة يستغيثون ويستنجدون ويتشفعون ويتبركون وينذرون للقبور، القبور الوهمية والقبور الفارغة، للقبور والمشاهد الوهمية، للصناديق والشبابيك والقباب والأبواب والستائر، للذهب والفضة والحديد والحجارة والتراب، ولجذع نخلة وعمود كهرباء، ولحاصودة وكاروبة وجرار، ولماء آسن ووحل نجس وطين قذر، ويقيمون الطقوس عندها ويتعبدون بها بلا فرق بين الجاهل وغير الجاهل، بين الجاهل والعالم والمثقف والأكاديمي والدكتور والبروف وغير هؤلاء. الجميع في جهل عقائدي مطبق، وإلا كيف يصل المجتمع إلى هذا الحال؟ لا فرق بين العالم والجاهل، بين المثقف وغير المثقف، بين الديني واللا ديني، بين العلماني واللا علماني. قال الواحد الأحد، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا ملجأ من الله إلا إليه. إلى أي مستوى؟ إلى المستوى الذي أمر الخمنئي الولي الطاغوت، أمر بتفجير مرقد العسكريين عليهم السلام في سامراء،
في سنة 2006 ميلادي، ثم أوعز ووجه قطعانه للانتقام من أهل السنة وتهديم مساجدهم وقتل أبنائهم وتهجيرهم وزلب ممتلكاتهم وتخريب وتهديم مدنهم. هذا ما أمر به ووجه به الولي الطاغوت الخمنئي. الاستجابة كانت سريعة، وكان لأبره السفيه السبق والصولة الكبرى في الجريمة إطلاءً لخمنئي.